صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تسود الشارع الإسرائيلي حالة من الذعر والإرباك خوفا من رد إيراني، وفي ضوء حالة الاستنفار تدفق الإسرائيليون إلى الأسواق وشبكات التسوق في جميع أنحاء إسرائيل لتخزين السلع، مع التركيز على المياه والسلع المعلبة تحسبا من هجوم إيراني محتمل. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.